بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. معكم الشيف محمد من ينبع الهيئة الملكية. النهاردة إن شاء الله معنا طبق ستيك، بس ده هنحشي. أنا جايب لحمة ريباي، والحشو عبارة عن اسبرجوس وبصل أخضر براعم، يعني أو ممكن البصل الأخضر التاني بس نخففه نخليه الحجم ده، وفلفل أصفر وفلفل أحمر وجبنة شيدر أصفر وجبنة موتزاريلا. الخضار ممكن نغير فيه زي ما احنا عايزين، ممكن ناخد جزر شرايح رفيعة، ممكن ناخد كوسة شرايح رفيعة، ممكن قرع شرايح رفيعة. الحشوة الداخلية اختياري. أنا هنا مجهز، بس أعمل واحدة عشان الطريقة دي. لحمة ظهر ريباي بتبقى ناعمة، باخدها بالهمر. برقها خالص، تبقى بالرفع ده. أرأي ان انا ما اقرص جامد عشان ما تقطعش، عشان لما اجي الفها ما فيش حاجه تبقى مكشوفه منها جوه، او تخرج الجبنه تسيح تخرج بره. بهارات حاجه بسيطه، ملح وفلفل اسود ناعم وفلفل احمر بارد مش حامي. هاخد واحدة واحدة. عودين اسبرجوس، انا مش مسوي الخضار ولا عامل فيه اي حاجة، لان كله حنين ما بياخدش سوى. على ما الستيك يستوي هيكون الخضار الداخلي ده استوى، والجبنة عشان تمسك الحشو من جوه وتمسك حتة الستيك كلها ما تفكش. الطريقة دي كده، بعد ما لفيتهم كلهم بالشكل ده هنقلهم اشويهم. الشوايه عنده سخنه، هنزل على الجنب اللي مقفول من تحت. هي كده كده اللحم بيلم والموتزاريلا اللي من جوه بتمسك الحشوه فمش هيفك. بقيه الخضار اللي اتبقى من بتاع الحشو هاخد انعامه بالسكينة عشان اعمل منه الصوص اللي هينزل عليه. نعمته كده، اول ما الخضار يبتدي يدبل هننزل بالكريمة عليه. سنة ملح صغيرة، واستبدل الفلفل الاسود بفلفل ابيض عشان ما يغمقش الكريمة، تطلع لونها وردي بس. وبعدين هنزل بالجبنه الصفراء تفك، وفي الاخر الموتزاريلا. مش هسيبها كتير على النار، ما تاخدش وقت عشان ما تقطعش كده. هخرج كده، دخل في السوا كده، هبتدي اشيله. هو ما استواش، دخل في السوا، لان السوا هيكمل في الفرن مع الصوص. مش هياخد كتير في الفرن لان اللحمه دخلت خلاص في السوا، يا دوبك هتكمل شويه مع الصوص ويلون وبعدين هعمل. هديها الموتزاريلا، تاخد تقريبا 10-12 دقيقة في الفرن. كده استوت واخدت لون بالشكل ده. هطلع قطعة منها،
ممكن بقى نقدم معاها رز ابيض. حابين ناكل معاها بطاطس، دي رشه بصل اخضر صغيره. ممكن عيش توست، خبز عادي. صحه وعافيه ان شاء الله تعجبكم.